وزير خارجية الدنمارك، السيدات والسادة أعضاء الوفد الدنماركي، أرحب بكم معالي الوزير في بلدكم الصديق مصر، حيث تعكس هذه الزيارة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية. لقد تشرف معالي وزير خارجية الدنمارك اليوم بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، وشهدت المقابلة استعراضاً لمختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في ضوء اللقاءات المتكررة التي حدثت بين السيد رئيس الجمهورية والسيدة رئيس وزراء الدنمارك، سواء في بروكسل في فبراير 22 على هامش قمة الاتحاد الأفريقي للاتحاد الأوروبي، أو بعد ذلك هنا في القاهرة حينما قامت السيدة رئيسة الوزراء بزيارتها الهامة إلى مصر. كما أيضا تم خلال لقاء معالي الوزير مع فخامة الرئيس السيسي مناقشة العديد من القضايا الإقليمية التي والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت هناك فرصة للوزير الدنماركي أن يتعرف على الرؤية المصرية تجاه هذه القضايا الإقليمية والدولية. عقدت مع معالي الوزير راسموسن جولة مباحثات منفردة وأخرى بحضور وفدي البلدين، وسوف نواصل اللقاء بيننا، وتناولنا بإسهاب مجمل القضايا الثنائية، كيفية تطوير هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. الدنمارك دولة صديقة كما ذكرنا، هناك العديد من الشركات الدنماركية العاملة في مصر، والسيد الوزير التقى بهذه الشركات صباح اليوم، وهناك رغبة من هذه الشركات في توسيع أعمالها واستثماراتها هنا في مصر في مختلف القطاعات في ضوء البيئة المواتية للاستثمار الموجودة هنا في البلاد. تم أيضا استكشاف سبل تدعيم هذه العلاقات في ضوء وجود مجالات أرحب لتطويرها. شهدت مباحثتنا تأكيدا على الإمكانيات الهائلة الموجودة لزيادة حجم التجارة بين البلدين. تم كما ذكرت التركيز على دور الشركات الدنماركية في الاستثمار في مصر وفي السوق المصرية، وبما يحقق مصالح الطرفين، منافع للشركات الدنماركية وأيضا منافع للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية. اتفقت مع معالي الوزير راسموسن على أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في عدد من القطاعات، على رأسها بالتأكيد قطاع اللوجستيات. كلنا نعلم أهمية الشركة الدنماركية الكبرى شركة ميرسك، دورها الكبير في اللوجستيات وفي تطوير أعمالها واستثماراتها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك تفاهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة، سواء في قطاع اللوجستيات أو أيضا في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة وإنشاء مركز ضخم لتموين السفن العابرة لقناة السويس بالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وكل مصادر الطاقة النظيفة. تحدثنا أيضا عن التعاون في مجال دعم مصر لتكون مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء. لدينا شركات دنماركية كبيرة عاملة في مجال
توليد الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. أيضا تحدثنا عن التعاون في مجالات البنية التحتية وأيضا قطاعي الزراعة والثروة السمكية، فضلا عن التعاون في قطاع الأدوية. شهدت مباحثتنا اليوم اتفاقا كاملا في الرؤى حول أهمية الاستمرار في التعاون في مكافحة ظاهرة الإرهاب وأهمية القضاء على هذه الظاهرة من خلال المقاربة الشاملة التي تركز على الجوانب ليس فقط الأمنية ولكن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضا محاربة الفكر المنحرف المتطرف. تحدثنا أيضا عن التعاون الثقافي والعلمي والتبادل بين الشعبين الصديقين، وهناك مبادرة هامة هي المبادرة الدنماركية المصرية للحوار ونحن ندعمها ونقدم كل الدعم الكامل لها. تحدثنا أيضا عن التعاون في مجال مكافحة الهجرة الشرعية، وطبعا مصر تقوم بدور رائد في هذا المجال وتتحمل أعباء كبيرة، ولا يمكن أن نستمر في تحمل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية بدون الدعم الكامل من المجتمع الدولي لدعم ضيوفنا المتواجدين هنا في مصر، حيث اقتربنا ولكن وصلنا إلى عدد يفوق 10 مليون ضيف متواجدين على الأراضي المصرية، وهذا عبء تنوء به الجبال. وبالتالي نقول دائما لأصدقائنا في أوروبا، وسألتقي بعد قليل مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة، بأن هناك يعني حدود قصوى لا نستطيع أن نتجاوزها، ولا بد أن تكون هناك المزيد من قنوات الدعم والتأكيد على مزيد من الموارد المالية لمساعدة مصر في تحمل هذه الأعباء. تحدثنا بطبيعة الحال عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، تحدثنا عن الأزمة في قطاع غزة، تحدثنا عن الكارثة الإنسانية هناك، تحدثنا عن العدوان المستمر بعد أكثر من 10 أشهر وسط صمت دولي مريب، تحدثنا أيضا عن أنه لا حل في هذه المنطقة بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، تحدثنا عن الأولوية لإقامة الدولة، وهذا هو الموقف المصري، لابد من الدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية. المعالي الوزير سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة العريش، وستتفقد المراكز اللوجستية الموجودة هناك لتجميع المساعدات الدولية والمصرية، وسيرى بنفسه للأسف الشديد الخلل القائم في تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمعبر والوجود العسكري للمعبر، مما أدى إلى توقف هذا المعبر تماما عن العمل من الجانب الفلسطيني، وهذا يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع، وحتى لا نستطيع تطعيم الأطفال في قطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال الذي اختفى منذ عقود ويعود مرة أخرى نتيجة للأوضاع الكارثية في القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وبدون أي قيود للمساعدات. تحدثنا أيضا عن عدد من القضايا الإقليمية، الوضع في السودان، الوضع الكارثي في السودان، وللأسف الشديد لم يعد هناك الاهتمام الدولي الكافي بما يحدث في السودان، وأهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ونفاذ المساعدات والأعباء الهائلة التي تحملها مصر نتيجة لاندلاع هذه الأزمة.
تحدثنا عن الوضع في منطقة البحر الأحمر وتأثر الدنمارك خاصة شركة ميرسك الكبرى وتأثر الاتحاد الأوروبي وتأثر مصر أيضا. مصر أكثر دولة في العالم متضررة من التوتر القائم في منطقة البحر الأحمر والذي هو وليد للأزمة الممتدة في قطاع غزة واستمرار العدوان في قطاع غزة وعدم التوصل إلى اتفاق يضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وأيضا يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات. تحدثنا أيضا عن الوضع في القرن الإفريقي وأيضا أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، وهناك أيضا الحديث عن قضايا دولية في مقدمتها إصلاح النظام المالي الدولي، إصلاح مجلس الأمن، أيضا النظام المتعدد الأطراف الذي أصبح على المحك نتيجة لازدواجية المعايير ووجود دولة لا تحترم القانون الدولي ولا تحترم القانون الدولي الإنساني. تحدثنا أيضا عن ملفات أخرى، وفي الختام أجدد شكري للوزير راسموسن على زيارته إلى مصر، وأؤكد حرص مصر على تعميق العلاقات مع دولة الدنمارك الصديقة في مختلف المجالات وبما يدفع العلاقات بين البلدين إلى مجالات أرحب. شكرا جزيلا، وأدعو معالي وزير خارجية الدنمارك لإلقاء كلمتهم.